والإشكال إن إحنا لا نقارن ما بين جماعة متطرفة قلت أو كثرت وبين طريقة الترويج للخراب والدماء بتزيين هذه الصورة القبيحة برفع راية الجنة. ده حقيقة اللي بيحصل هناك، إحنا مش بنقارن ما بين هذا النشاط التخريبي المدمر وبين مؤسسات الأمة. المقارنة الحقيقية إنه في مجموعة مخربة اشتغلت وفي مؤسسات كثيرة هي أقرب ما تكون إلى أنها متوقفة. يعني لو أن هذه المؤسسات الكبيرة على امتداد الأمة الإسلامية في المشرق والمغرب لو أنها عاملة وتروسها تدور وتهدر بكل قوة لما بقي إنسان متطرف، لانحسرت هذه الظاهرة إلى الصفر. والدليل على ذلك أن فترة التوهج والعمل الحقيقي لكل تلك المؤسسات لم تشهد ميلاد ظواهر التطرف على الإطلاق. متى برزت فكرة التطرف بكل راياتها وواجهاتها وتنظيرتها وتفسيرتها وأدبياتها وكتبها ومواقفها وشبهاتها وإشكالياتها؟ إمتى برزت؟ في 80 سنة فاتت. لو اللي هي بدأنا عمر الإخوان المسلمين. اللي هي عمر الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من تيارات التطرف، 25 تيار تقريبا. قبل 80 سنة لما كانت المؤسسات دي شغالة بكامل طاقتها كانت تولد لنا رجالا مليانين نور، مليانين طاقة، مليانين همة، مليانين مقدرة على صناعة الفكر الآمن الإنساني المستقر الممتلئ معرفة بالله وتعظيم لشعائر الله وحفظ لقيمة الوطن وتقدير لقيمة العمران. أنا أضرب لك مثال، اتخرج من الأزهر الشريف سنة 1910 واحد اسمه الشيخ عبد السلام الحبوني، عبد السلام حمد الحبوني. لما طلع سنة 1910، حسن البنا مولود 1906، الإخوان أعلنت سنة 28. لما طلع الشيخ عبد السلام ده والده أصوله من قبيلة الحبون اللي بعضها في اسكندرية وبعضها في مرسى مطروح. والده قال له: يا ابني رجاء مني وطلب ووصية، ما تخيبش وصيتي، ارجع يا ابني لأماكن أبائك وأجدادك وعيش معاهم وعلمهم. فأخذ كلمة والده بهمة بقوة، أنا بكلمك عن نموذج فرد أهو، وترك وظيفة القضاء المعروضة عليه في مصر وترك وظيفة التدريس في الأزهر وقرر إنه هنا فعلا ثغر ومكان محل عمل بالفعل. سيدي برني راح في سيدي برني وقعد، فضل كام شغال بهذه الطريقة من 1910 إلى 1963؟ كام سنة دول؟ 50 سنة، 53 نص قرن. لما بدأ يعيش مع قبائل العرب في تلك المساحة بدأ يدرك إن أنا عمري ما هعرف أتواصل معاهم إلا لو أتقنت اللهجة البدوية وأدبها وأمثالها وشعرها وقيمها، فأتقن اللهجة البدوية فصارت له الكلمة المطلقة من مرسى مطروح إلى الجبل الأخضر في ليبيا إلى سيوة إلى عمق قبائل العرب في الصحراء الغربية، ويتدخل بينهم في فض المنازعات ويتدخل بينهم في فض إشكاليات الثأر، وكلمته نافذة في فض خصوماتهم. وصار يخطب الجمعة في مرسى مطروح، فأتلاقي صور قديمة ليه سنة 37 وسنة أواخر الخمسينات محافظ مرسى مطروح موجود، والحكم دار ومدير الأمن وأعيان العرب والعواقل والمشايخ. في هذه المرحلة كانت الجنة الحقيقية الموعودة تقدم إلى الناس مؤسسة على علم أصيل، فكانت تجتذب الناس.